7 جانفي، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. الموعد يتجدد في رونديفو 9، وسعيده جدا انه يرافقني ليلى في التحليل والنقاش كل من الثلاثي ناجي الزعيري، لطفي العماري ومحمد الترودي. اهلا وسهلا بكم، مساء الخير. مرحبا بكم. كما كنت واعلنت سبق واعلنت، نحكي على مطالب القايمين، نحكي على يوم الغضب الوطني ليهم القايمين والقايمين العامين. سمعنا امس الجهه النقابيه، اليوم نسمع الطرف الرسمي الممثل في وزاره التربيه بالتحديد بوزيد نصيري مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا. مرحبا بك. إذا يوم غضب للقايمين والقايمين العامين، تلويح بإضراب مفتوح ومخاوف من الأولياء بعدم إدراج بيانات الأعداد. مازلنا تعرف مازالوا كيخرجوا من ليزاكزامان، الناس تستنى في لي بلتان تاع صغيراتها، في أعدادها، في لي مويان نتاعها، وعلى الأساس هذاك باش يتصرفوا. كيفاش تتعاطوا أنتم حاليا مع هذا الوضع داخل وزارة التربية؟ هو بالنسبة للوضع العام نجم نقوله هو وضع باللي فيه هو وضع هادئ، لكن بطبيعة كل القطاعات فما بعض المطالب القطاعية اللي ما هيش جديدة، تعهدت بها حكومات السابقة وتعهدت بها السادة الوزراء في وقت سابق. أنه الجملة المطالب هذه تقريبا تتعاطى معها الحكومة والوزارة إيجابيا، وتم ترحيلها إلى 5+5، وإن شاء الله يكون فما حل في الأفق. به أنت ذكرت الاتفاقات المعطلة، احنا هوني نحكيو على اتفاق منذ 8 ماي 2018، جوستومون الجهه النقابيه هذه اللي حدثتنا عليه البارح، ويقول لك هذايا صبرنا 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 انه يتنفذ انه يتفعل، وفيه جمله من البنود الى حد اللحظه. شنو هو اللي يعيق ويعطل التفاوض مع القايمين والقايمين العامين حول مطالبهم وحول تفعيل اتفاق 8 ماي 2018؟ هو بالنسبه للاتفاقات اللي فيها تبعات ماليه، تعرف مليح الوضع العام في الوضع الماليه العموميه، يتم دراستها والتعاطي معها ويمكن أن تنفذ على مراحل. تفضلت في العماري نفتح النقاش. أنا حبيت نطرح عليك سؤال آخر، معاش كان أكيد عندك المعلومة أنه حتى السادة المديرين مبرمجين تحرك ومروش ياخذ ربما صيغة إضراب بسبب معناها اتفاقات سابقة لم يتم الالتزام بها. ظهرلي عندك المعلومة. هو قطاع تبع قطاع متعدد الأسلاك، متعدد فيه 240 ألف موظف، بطبيعة أكثر من 3 موظف في الوظيفة العمومية موجودين في قطاع التربية، فما وضع عام وسياق عام في البلاد الناس كل تتعاطى معاه، فما كل قطاعات كل أسلاك طالب بحقوقها جزءا ما نوعا ما هي حقوق ومطالب مشروعة. اليوم فما تعرف مليح في الوضع في المؤسسات التربوية، القايمين الإداريين بل العديد من القطاعات، السادة المديرين تقريبا قاموا بدور كبير في إنجاح الثلاثي الثاني في الثلاثي الأول معذرة في الامتحانات، أيضا الأسلاك كلها مهمة، وأي تعطل وأي لنشاط أو فعليا فعليا مستعدين أنتم باش تستجيبوا لطلبات السادة المديرين، لأنه تخيل أنت غدوة باش تلقى معاهد ومدارس إعدادية بدون مديرين. ان شاء الله ما يكونش ما فماش من الوضعيه هذه، اما بحاول الوزاره تتعاطى ايجابيا مع كل المطالب في اطار التفاوض، في اطار الحوار، في اطار انه في اطار الاستباق زاد، في اطار الاستباق ايضا، في اطار العديد من المسائل اللي تم التعاطي معها. وتعرفوا كما قلت الوزاره ضخمه باسلاكها بقطاعاتها بمنظورها، فما العديد من المشاكل اللي تحل قبل ان باش نوصل لك انا طلب نتاع مجموعه من القايمين اللي هما يشتغلوا ملاك على الحظيرة. شفنا مؤخرا كيفاش تم إدماج من سنهم أقل من 45 سنة، لكن نعرف أن القانون الوظيفة العمومية يحول دون إدماج من سنهم أكثر من 45 سنة. في الأسرة تاع القايمين فما عدد مهم في الحالة هذه يلقى روحه في وظيفة عمومية لكن ما هوش مشمول بالقرارات الأخيرة اللي تخص عمال الحظيرة، فيلقاو رواحهم في وضعية ضبابية، وعددهم أنت تعرف اللي هو هام معنا. فما العديد تعرف زاد الوضع ما بعد سنة 2011، وأيضا هو وضع موروث ما قبله، فما آليات تعتبر وتعتبرها الوزارة أيضا آليات تشغيل هش، تم تسوية العديد والآلاف من الوضعيات هذه متعلقة تقريبا بالحظائر بالآلية 16، أيضا الوضعيات اللي كان فيها المدرسين، أيضا كل الأسلاك اللي تقريبا مشمولة بالوضعيات هذه ويتم التعاطي معها، لكن ثم وضعيات قانونية، القانون ما تنجم تعمل حتى شيء، لكن تنجم تشوف
نجم نفكروا مع بعضنا خاطر اليوم القانون العام الخاص يحد من الحلول، لكن نجم نزيد نفكروا مع بعض في إطار إيجاد حلول للناس هذه، لأنه وضعية، لأنه مش فقط وظيفة، هي وضعية اجتماعية، هي وراها أسرة وراها عائلة. مرات ثم العديد من الوضعيات، حنا وزارة التربية تعرف وزارة تقريبا كل العديد منها يعتبرنا وزارة، هي وزارة المشغل الأول، لكن طلبات الشغل، طلبات التشغيل أيضا نشوفها في المطالب نتاع الشباب، في المعطين العمل، في غيره. أيضا القاعدة الموجودة فيها العديد والعديد آلاف من الوضعيات اللي تسوى جزء كبير منها والباقي في طور التسوية. نجي وصحيح كما قلت سي بوزيد، الوزارة التربية هي المشغل الأول، لكن يظهر لي المماطل الأول لمنظورها. مانيش باش نحكي على مشاكل أساتذة التعليم الثانوي ولا مشاكل المعلمين، خلينا في مشاكل القيمين. لأن اليوم القيمين والقيمين العامين في اعتصام مفتوح منذ 52 يوم في قاعة حنا بعل في مقر وزارة التربية. باهي 52 يوم وما تلفت لهم حد، 52 يوم لتطبيق الاتفاقية موقعة نهار 8 ماي 2018. يعني هل هذا معقول؟ ثم سي بوزيد نحب نسألك، المدة هذه فما خوف، يعني الأولياء حاطين إيدهم على قلوبهم، وقديش هي الفجعات تو اللي ياكلوا فيها الأولياء مساكن، على خاطر عملية تنزيل الأعداد، أعداد الامتحان بتاع الثلاثي يشرف عليها القيمين. دونك العملية هذه يبدو أنها ماهيش باش تتم، لأن من القيمين في إضراب، ويبدو أن الوزارة تحب تستنجد بالأساتذة باش الأساتذة على الأقل يبادروا هما بتنزيل الأعداد حتى ولو معناها بخط اليد. باهي يجيو. والأساتذة رفضوا، سامحني مش خلينا نزيد نكمل المعلومة حتى تكتمل الصورة. ويبدو أن الأساتذة رفضوا القيام بالعمل هذا تضامنا مع زملائهم القيمين. كيفاش تحلوها المعضلة هذه؟ هو ساعة المعطيات هذية مواكبينها متابعينها؟ بالكوش اكيد الوزاره ملمه بكل حيثيات الموضوع في كل دقائق الامور، يعني يعرفوا مليح، لكن وزاره التربيه ماهيش المماطل الاول، هي المتفاعل الاول مع كل منظورها، لانه يعني ما يظهر من ازمات. عندكم برشا اتفاقيات، برشا انا شفت برشا، انا تشوف القائمه نتاع مئات الازمات واتفاقيات غير مطبقه، اقول انها تتحل يوميا قبل ان تظهر على الساحه، من المساله الفرديه، المساله الجماعيه، المساله القطاعيه، هذا كنا نعرفوه. يعني المسائل يعني على مئات تظهر مشكله اثنين، قد تعرف اهميه السلك واهميه كل اسلاك قطاع التربيه، اهميه المؤطرين، قطاع التاطير، القيمين والقيمين العامين. تفاعل ايجابي كبير برشا كان من وزاره التربيه، صحيح مع تصميم مرحب بهم في قاعه الاجتماعات الكبرى للوزاره، دونك زملائنا منظورين وخيانا تم التعاطي معهم، ثم الحوار بالطبيعه اذا كان ثم اليات يلزمها تتعدى الى هياكل اخرى يتم دراستها في اطور اخرى، تم ترحيل الملف الى 5+5. اكيد ناكد عليه انه التعاطي ايجابي جدا، ويعطيهم صحة حوارات اخرى تم معنا الجامعه العامه. إيه كيفاش عمليين سي بوزيد؟ عمليين فرحتوا بهم وكذا وبارك الله فيكم. مساله ترتيب، مساله زمنيه، ايضا مساله نتاع جدوله، ايضا مساله التبعات الماليه، تعرف مليح الوضع العام للماليه العموميه، كل القطاعات تطالب، كل القطاعات عندها حق، لكن المساله هذه تترتب وتتزمن، واكيد اكيد اكيد باش نوصل للعداد، العداد باش تتزمن. هذا اللي مهم جدا، تنزيل الاعداد، تنزيل الاعداد العمليه، اكيد احنا قطاع كبير وقطاع مهم، المؤسسات الكل فيها من يقوم، مشكل اداريه، مشكل القيمين، فما الاداريين زاد 50 تقريبا 52 يوم و50 يوم، فما التعاطي احنا الاسلاك من لا نتعاطوا بطريقه ايجابيه، بطريقه بنفس الطريقه مع كل الاسلاك، مع كل مع المشكله. كيفاش تحلوها؟ اكيد باش تحلوها عمليا. مشكله الاعداد كيفاش تحلوها عمليا؟ اكيد مشكله، اكيد جدا باش تتحل. وعشنا ازمات، يعني تعرف عشنا ازمات في سنوات اخرى اصعب واكثر ضغط باش ما نقولش، وحتى استحالت وتحولت الى مشكله دخل فيها الولي. اليوم المشكله اكيد إيه اكيد باش تتحل. حلول صديقنا، إيه علاش نبقى حتى تتعقد المساله وندخلوا حتى في مرحله معناها استدامه؟ اذا ثم حلول علاش مش من الحلول؟ قلت ماهيش فقط تربويه، ماهيش متعلقه فقط بوزاره التربيه المساله، وهني مبينها بكل وضوح. المساله اذا كان
ما سن من اتفاقات وما عقد وما أبرم فيه تبعات في وضع صعيب برشا المالية العمومية، نعرفوه الناس الكل. اليوم الموازنات العامة ما تحتملش، لكن الأيادي مفتوحة والحوار متواصل أكيد، باش أكيد نأكد عليه موقف وزارة التربية الرسمي أنه فما حل أكيد في الأفق. أكيد اليوم زاد هي رسالة أخرى، الوضع متأزم وفي أزمات متعدة اليوم، الوضع الصحي الوبائي في المؤسسة يفرض مزيد من الهدوء، وأنه نرجو بعض المطالب إذا كان نجم. سي بوزيد، بالنسبة لسلطة الشرف تحترم نفسها وتصحح اتفاقية، لازمها تحترم التبعات المالية معها بتاعها. يعني قبل ما يصحح وزير التربية اتفاقية مع أي سلك من أسلاك التربية الوطنية باستشارة وباتفاق مع السيد وزير المالية، باش تكون تحترم لي زونجاجمون بتاعها. المشكل الكبير نعيشوا فيه في تونس اليوم، اللي وزارة التربية مسيسة إلى حد النخاع، كسوا الطرف الاجتماعي اللي فيها ولا الطرف السياسي اللي هو وزير التربية. شدوها في برشا وزراء تابعين احزاب وتابعين فهمني تنظيمات سياسيه معينه. انا نقترح اقتراح، خاطر كتوانسه انا نحكي معك كولي فدينا التلميذ ولا اونوتاج ولا راهينا في ظل الصراعات هذه، وعلاش ما تعملوش احداث تاع اداره عامه في وزاره التربيه مهمتها المفاوضات، وعارفه مش وزير التربيه روا، عارفه وزير الماليه، وتعمل اتفاقيات على خمسه سته سنين سبع سنين. كي تسمع الوزاره تقتنع تقول ما عندهمش امكانيات وعندهم ضغط بتاع الماليه العموميه، وتسمع الطرف النقابي يقول لك انا بريتو خويا عندي اتفاقيات، وفما اتفاقيات وقع امضاءها تحت الضغط، معناها النقابه ورطت سلطه الاشراف، وسلطه الاشراف ما عندهاش القدره باش توفر الامكانيات وصحت باش نجم باش تنحي الفتيله. كيفاش يلزم حل جذري؟ باش نقعدوا نجريوا كل يوم تقريبا يلزم حل جذري. شنو الحل؟ تدخل سيادتك في ثلاثه مستويات. المستوى الاول انه وزاره التربيه من وزاره بالفعل ما ذكرت هي وزاره مفاوضه بامتياز، وملفات التفاوض ملفات عطا نوصل لك الجزء الثاني. ملف التفاوض في اي قطاع في اي سلك راهو ملف متعدد، تلقاه متداخل فيه العديد من الاختصاصات والعديد من الادارات العامه، منظمه برشا الحكايه. فما مكلف بملف صلب الديوان يتبع ينسق، والادارات العامه بمديرها العامين بكل اطرها هي اللي تتفاوض، خاطر الملف متعدد الاختصاصات. مهما كانت الوزارات كلها تنجم تكون متسيسه، لكن حول الطاوله وفي العمل وفي تناول الملفات هي وزاره محايده جدا، هي وزاره فنيه، وزاره تحترم نفسها، وزاره لا تخلط هذا بذاك، والجامعات العامه والنقابات القطاعيه كلها تشهدت بذلك، لا يتم التعاطي مع اي ملف بصفه سياسيه. وفما مبدا الثالث، المستوى الثالث، انه مبدا استمراريه الدوله مهما كان الحكومه او السيد الوزير الذي امضى، تتعهد الوزارة بالتنفيذ، والوزارة أحيانا تصبح جزءا من الحل، تسعى إلى أنها تجد الحل في الإطر الحكومية اللي هي جزءا ونوعا ما مش ماهيش مبسطة الحكاية. الحكاية معقدة برشا اليوم، راهو فعلا نعيش أزمة مالية عمومية، المؤشرات كلها تبين ذلك، والضغط المالية العمومية اليوم إن شاء الله. مع ذلك احنا الوزارة معترفة مقرة، تتعامل تحاول تتعاطى وتتعاطى بهدوء وبرصانة كبيرة مع الملف، وباش يكون فما الحلول إن شاء الله في الأيامات القليلة القادمة إن شاء الله. سؤال أخير حول الانفلات على مستوى تطبيق المقتضيات البروتوكول الصحي اللي أدى إلى تعقد الوضع خلال الفترة الأخيرة، وهذه تشكيات وصلتنا حتى من الأولياء داخل، يقول لك داخل المؤسسة التربوية مانيش مطمئن على ولدي ولا على بنتي كي يمشي يقرأ. فشنو اللي يخليه اليوم مطمئن الولي باش يبعث ابنه ولا بنته للمدرسة ولا المعهد؟ الخطر كبير، والوضع الوبائي متفشي ومتفشي جدا في بعض الولايات كما توزر كما صفاقس، يعني في المراتب الأولى يعني، والوضع فيها كبير وكبير برشا على المستوى الوبائي. موش داخل الفضاء المدرسي، واحنا تعرف الرقم والمؤشر والرقم الاحصائي هو احسن دليل. واذا كان يتم انه ما يخلقش لغط في قطاع كما قطاع التربيه، اي معلومه تنجم يكون عندها رده فعل. اليوم في قطاع التربيه اجمالي الاصابات المسجله بالنسبه لكل الزملين و500 الف اللي يرتدوا المؤسسات التربويه من تلامذه ومدرسين واسلاك وعاملين مختلف العاملين في القطاع، عندنا 5000 اصابه من نقسموها على نشوفوها مقارنه بالاصابات في المستوى المجتمعي، هذا مسجل من يوم 15 سبتمبر. ديتكتيد اللي عرفتوهم انا اللي عرفناهم نضربهم في الاربعه ولا في الخمسه
شوف حتى الاصابات المجتمعيه ضربها في الاربعه في الخمسه او في السته. صحيح اكيد احنا راهو هذا المسلسل اللي ادى الى نرجع لا خطر مهم جدا مهم جدا ما اعطيتنا عدد النسبه هذه النسبه هذه تساوي النسبه يعني كي نشوفوا نسبه الاصابه في الوسط المدرسي كي نقسموها المسجل على الموجودين في المؤسسه التربويه ناقص 0.2 الاصابه المجتمعيه 1.2 يعني السدس الاصابات في الوسط المدرسي ومقارن الوسط المجتمعي مع ان احنا المنظومه التربويه والمؤسسات التربويه هي مؤسسات اختلاط ومؤسسات قرب وتقارب بامتياز. ايش معناتها هذا؟ يعني الوزاره بمختلف مكوناتها من المؤسسه التربويه نجحت نسبيا مقارنه بالامكانات المتاحه لها. ولو انه سي بوزيد فما بعض المعاهد الثانويه وحتى المدارس الابتدائيه تفتقد لابسط الاجراءات الوسائل معناها الاحتياطات يعني معناها يقول لك احنا ما في الوزاره ما توفرش لا الوزاره ولا اداره المعهد اداره معهد معناها ما عندهاش فلوس يعني لا فما جيل لا الاساتذه معناها فما شكون اتصل به المعلمين والاساتذه يقول لك ما عندناش شو اللي يعملوا كوليكت المعلمين في بعضهم والاساتذه هما يمشيوا يشريوا الجيل يمشيوا احيانا يشريوا معناها لي بافات ويوزعوها لبعضهم ويحطوا الجيل في الباب وهك الوسائل نتاع المراقبه يعني هل فما تقصير هنا من الوزاره؟ هو نفسروا احنا وقتاش تقريبا مرينا بثلاث مراحل في منذ ظهور الوباء في البلاد وكانت في خاصه في العوده المدرسيه تعرفوا دخلنا بصفر امكانيات لكن في ظرف وجيز جدا استعدت الوزاره ووفرت ما يمكن توفيره ونعاود نذكر تقريبا بالضبط مع ما وفرت الوزاره على الموازنه العامه برغم الظرف الصعيب تاع الماليه العموميه ومع تحصلت عليه من الشركاء والشركاء والمنظومه التربويه ماهيش وزاره التربيه فقط مجتمعية متكاملة 14 مليون دينار نعرف العدد هذا والرقم هذا قد برغم يبان كبير لكنه لا يكفي لتلبية كل احتياجات في المؤسسة التربوية فما تفاوت كبير في المؤسسة التربوية فيها اللي تدخل تلقى بروتوكول صحي منفذ بشكل جيد جدا وتدخل زادة في جزء آخر تلقى البروتوكول الصحي منتهك بشكل كبير جدا الوسائل الوزارة عبر المندوبيات الجهوية عبر كل من خلال الوزارة المجتمع المدني المنظمات السلطات الجهوية والمحلية حاولت أن توفر قدر الإمكان ما يمكن توفيره تقريبا نجحت في أنها تغطي المؤسسات الكل لكن البروتوكول الصحي فقط هو جزء كبير وسائل تعقيم وتطهيره لكن أيضا هو تباعد هو ارتداء كمامة هو وغيره هذا أيضا غير محترم وندعو لاحترام أي هو راه حتى مش فقط داخل المؤسسة التربوية لا يقتصر على ذلك فقط حتى طريق نحوها هوني نحكي على وسائل النقل والتنقل اللي تهز المؤسسات التربوية من غادي تبدأ علاش أنا نأكد على البروتوكول هذايا من غادي يعني ما تعرفش عليه العدوى منين تجي شكرا لك ان شاء الله باللطف على صغيراتنا الكل وعلى تلامذتنا وليداتنا شكرا بوزيد نصيري مدير عام دراسات وتخطيط ونظم المعلومات بوزاره التربيه على تلبيه الدعوه على حضورك معنا ميرسي بوكو مرحبا بك مشكورين الساده المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعه نتلاقاو غدوه في نفس التوقيت في رونديفو نوف صباح الخير.